السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم ميران من قناة هايبر الشد. في هذا الفيديو راح نناقش شغلة مهمة كلش، وهي الكفاءة، كفاءة المنظومة الشمسية بالتحويل بالشحن بكل النواحي. طبعا من ناحية يعني الانفرترات اللي عندنا، اللي هي أو الشائعة بالسوق اللي هي فولترونيك أو تصميم فولترونيك، اللي راح نشوفه عمليا ونظريا. طبعا يعني تعرفون انتم كل شيء، يعني نحول اي شيء يعني بالحياة، مثلا سيارات البنزين، احنا يعني نشغل محرك الاحتراق الداخلي، يحول لنا الوقود الاحفوري اللي هو عبارة عن خزين كيميائي من مواد هيدروكربونية، من نشعلها راح تنتج لنا طاقة، وهي طاقة حرارية، ولذلك يسموها محركات احتراق داخلي، هي تكون حرارية. فهاي الحرارة تنتج لنا انفجار المواد او البنزين او المواد الكيميائية الثانية، يؤدي الى غازات، هاي الغازات تتحول الى حركة عن طريق دفع المكبس، والسيارة تتحرك وتمشي، يعني مثل ما السيارات دا تمشي بالشارع. لكن هل الوقود هو الكمية نفس الطاقة اللي مخزونة بالوقود هي تحولت إلى طاقة حركية؟ لا طبعا. محركات السيارات تقريبا كفاءتهن من 30 إلى 50% حسب النوع. طبعا كفاءة محركات البنزين عادة أقل، كفاءة محركات الديزل أو الغاز تكون أعلى، بسبب يعني الانضغاط، نسبة الانضغاط داخل حجرة السلندر تكون أعلى، وأيضا الطاقة المخزونة في وقود الديزل أيضا تكون أكثر. فتشوفون سيارات الديزل تمشي مسافات أطول بنفس كمية الوقود مقارنة بالسيارات البنزين. فالشركات يعني تحاول بالتطور تحسن من الكفاءة، تحسن من كفاءة السيارات. مثلا جت السيارات الهجينة حتى تزيد شوية من كفاءة الطاقة، كفاءة وتقلل هدر الطاقة، طبعا الطاقة الحرارية، الطاقة الحركية المهدورة أيضا تنخزن. بدي يتطور العلم، يعني إن شاء الله بفيديو ثاني أشرح لكم عن ايضا شغلات هزينه لها علاقه بالطاقه. يعني حاليا الانفرترات دني انفرترات الهزينه، مثل ما قلت لكم يعني كل شيء نحوله حيصير به خساره. عندنا الكهرباء، من نحولها من فولتيه عاليه الى فولتيه واطيه حتكون هناك نسبه خساره عن طريق حراره. الكهرباء من تجينا مثلا من المحطه للبيت هيكون بها خسائر، ما راح توصل لنا بنفس القدرة. يعني المحطة تولد قدرة معينة، لكن القدرة الفعلية اللي حتوصل بها تجوز 90% من هاي القدرة الأصلية، أو يعني أكثر طبعا، يعني خلينا نقول أسوأ الاحتمالات 90%. ف10% من هاي القدرة حتكون ضايعة بالأسلاك، بالتحويل، بالطريق، يعني هاي كلها خسائر. ايضا هي طاقة لا تفنى، لكن مو كلها تتحول الى اللي انت تريده. طبعا فنجي نشرح الانفرترات دني. طبعا اكو نظامين، انه الشمسي اكو بشاحن الالواح بي بي تي، تكون الواح تشحن البطارية بعدين عاكسة تحول لنا الشحن الى او البطارية الى كهرباء. بس نجيب الصبورة. طبعا هنا عندنا الرسم او الدايجرام توضيحي للعواكس الهجينة اللي حاليا احنا نستعملها، العواكس الشمسية او الانفرترات الشمسية. عندنا مثلا اكو الانفرتر 8 كيلو واط، او بعض الانفرترات 6 كيلو واط ايضا بيها دبل ام بي بي تي او ادبل شاحن الواح، يعني ممكن نضيف لها مجموعتين من الالواح.
فهنا هو شنو الـ inverter؟ يعني البورد الرئيسي ماله متكون من عدة شغلات. عندنا أول شيء التحويل من الألواح دي سي إلى دي سي، يحول لنا إلى بص داخلي. هذا البص الداخلي اللي هو 500 فولت، فيحول لنا من مثلا 100 فولت فولتية الألواح إيش قد 100 فولت إلى خلينا نقول 350 فولت. إذا شدينا 8 ألواح أثناء الحمل حيحول لنا 350 فولت، يرفعها إلى 500 فولت أو قريب ال 500 فولت. فيصير هنا عملية تحويل. أثناء هاي عملية تحويل حصير يعني يقول لك كفاءته 99% أو 98% حسب النوعية حسب التصميم ماله. 98% كفاءة. فإحنا حولنا من الألواح للبص الداخلي، فهذا يعني يمكن العاكس إنه يشتغل بدون بطاريات. فإذا عملنا البطارية هنا راح تكون عندنا هنا 500 فولت حتى يولد لنا كهرباء. شو يصير؟ يتحول منه يصير تقطيع من دي سي تو اي سي كونفرتر، فحيصير عندنا هنا تحويل عاكس هنا، فحيصير 500 فولت تتحول الى 230 فولت اي سي فيز واحد. فخلال هاي العملية مع التحويل عادة تكون الكفاءة 96 إلى 97%، اللي هي تكون من الألواح لحد الخارج مع الكهرباء. فعندنا هنا مثلا ألواح تيارها 12 أمبير 350 فولت تقريبا 4200 واط، وهنا أيضا 4200 واط. طبعا الواط إذا تريد تحوله للأمبير قسمه على 230 أو 220 فولت يطلع لك الأمبيرية بالأي سي. فإحنا هنا إذا نخسر 99% خلينا نقول إنه هنا نخسر 2% من كل ام بي بي تي. فنقول كفاءته 98%، ف2% الى 4200 هنا 88 واط راح نخسر حرارة، وهنا ايضا 88 واط تروح منها يا حرارة، فيطلع لنا الصافي 4112 واط. ايضا هنا 4112 واط. 4112 تحولن هنا. ف بعد اذا نخسر 2% من هاي يعني حتى يكون الكفاءة الكلية 96%، فحنخسر بعد 2% مثلا من ذني، فحنخسر ايضا 2%، نضرب هاي في 2 اللي هي خلينا نقول نقص ايضا 81، وهنا ايضا نخسر 81، فيطلع لنا واحد منا نخسر فيصير 4031. فاحنا فايتلنا من الالواح 4200 اذا الكفاءة 96%، بالنتيجة كل مجموعة الواح راح نستفاد منها 431 واط. بالنتيجة هنا 8060 واط انه ممكن نستفاد منه كخرج تيار متناوب. هسه هنا عندنا هاي كفاءتهن، كفاءة التحويل من الألواح للأي سي. اما نجي على كفاءة الشحن، كفاءة الشحن من الألواح عندنا هنا تحويل حيصير دي سي تو دي سي، اللي هو هذا اللي يحول لنا يا اما يشحن البطارية يا اما يفرغ البطارية. فهنا حيصير تحويل من 500 فولت الى مثلا 50 فولت على مود نشحن البطارية، او بالعكس من 50 فولت
إلى 500 فولت حتى نولد. فطبعا هذا النظام إذا حاط بي بطارية فهو الألواح تصب هنا، وعندك البطارية أيضا تصب هنا، والحمل يخرج. الحمل مثلا ساحب 20 أمبير، الألواح تنطيك 10 أمبير، تخلي هنا 10 أمبير مثلا، والبطارية تنطي 10 الباقي، وهكذا. إذا الألواح أكثر مثلا تنطيك مثلا 30 أمبير للواح، وأنت ساحب 20، إذا البطارية تحتاج شحن ف 10 أمبير، يعني 10 أمبير منه اللي هو 2300 واط تروح مثلا للبطارية. 2300 على 50 فولت نقول 40، 300 على 5 6، يعني 46 أمبير دي سي. يعني البطارية حيفوت بيها شحن 46 أمبير، والباقي يروح توليد للبيت مثلا. فهنا عندنا يعني صارت هوسة شوية، لكن هو هذا حاليا نظام دا يشتغل مثلا بدون كهرباء. لكن ايضا اكو هنا خسائر بالتحويل، حسب ما شايفه انه التحويل من البطاريه لحد انه تحويل اي سي مباشر حيكون كفاءته 93%. يعني شنو 93%؟ عندنا 7% خسائر، 7% خساره من تفريغ البطاريه. وإذا نشحن نفس الحالة حيكون عندنا خسائر بالتحويل من الأي سي، حولنا يجي الكهرباء الأي سي، تجي هنا تتحول دي سي 500 فولت، وبعدين تتحول من 500 لل50 فولت حتى تشحن البطارية. فهنا قلنا من نحول من البطارية للأي سي حنخسر 7% من الطاقة. 7% مثلا البطارية خلينا نقول أيضا 4200 ده تنطي، ف7% خسارة شقد يصير؟ تقريبا إذا نقول 10% 420 واط، 7% 5% 220 واط، إذا ننطيها نص اللوخ تقريبا اللي نقول 300 واط خسارة. ففعليا يطلع لنا منه 3900 واط فعلي، والباقي يروح حرارة. فهنا التحويل من البطارية أقل كفاءة من التحويل من الألواح للكهرباء، لأن فولتية البطارية أقل بهواية، فتحتاج لها رفع خسائر أكبر حصل بها، إضافة إلى خسائر الكابلات، التيار العالي، خسائر بداخل البطارية أيضا. يعني كفاءتها مثلا ليثيوم 98 أو 99% كفاءتها. بغض النظر هسه أيضا إذا نشحن فأيضا أكو هنا خسائر بالكفاءة. يعني الكفاءة الطاقة اللي تجينا من الشمس حتكون أقل، واللي حتجينا من الكهرباء الوطني أيضا حتكون أقل. فهنا قلنا 98% إذا نحولها الوطني قبل، 96%، لكن إذا نحولها لهنا يجوز أيضا يعني يصير 93%، لكن ما متأكد، هاي لازم نفحصها عمليا إنه كفاءة التحويل أو كفاءة شحن البطارية من الألواح وكفاءة شحن البطارية من الوطني أيضا لازم نجرب. ولكن أنا مجرب كفاءة تفريغ البطارية تقريبا 93%، إضافة إلى أن إحنا عندنا الألواح ما راح تحول كامل طاقة الشمس حتى طاقة نستفاد منها. الألواح حاليا خلينا نقول 23% كفاءتها، تحول لنا فقط 23
بالمية من طاقة الشمس إلى طاقة كهربائية. هذا نظام يسموه نظام الإنفرترات الهايبريد الجديدة، بينما نظام القديم اللي هو نظام مثلا طاقة شمسية القديمة بدون هايبريد أو اللي تحتاج بطاريات حتى تشتغل دائما، فيكون عندنا مثلا ألواح هنا وأيضا نقول 4200 واط، وهنا أيضا 4200 واط، فعندنا الام بي بي تي هذا شاحن الالواح ايضا يحول لنا يشحن البطارية دي سي تو دي سي كونفرتر، يحول لنا خلينا نقول من هنا ام بي بي تي ثاني مثلا ابو ال 100 امبير خلينا نقول هذا، وهذا ايضا ابو ال 100 امبير، خلينا نقول يحول لنا من 150 فولت 150 فولت إلى يشحن البطارية عندنا هنا، بطارية نشحنها وهذا أيضا يشحن البطارية، فيشحن لنا البطارية بهذا التيار اللي هو إذا نقسمه على 50 فولت نقول، فشقد لازم يعني يشحن بتيار شقد. أول شيء هو إذا حيكون فولتيته قليلة فالتيار اللي حيفوت منه إذا 10 أمبير 1500، إذا 20 أمبير 3000، 30 أمبير خلينا نقول هنا حيفوت لنا 30 أمبير، هنا أيضا 30 أمبير، فهاي 30 أمبير يعني تحتاج لها كيبل أقل شيء أو الثمانية، يعني أبو الثمانية ملم يحتاج ل نحاس اكثر، هنا تيار ايضا كيبل 8 ملم، بينما هناك مستعمل كيبل ابو الاربعة جدا طبيعي لان فولتية ضعف والتيار اقل هواي، هنا لازم استعمل كيبل 8 ملم، هاي اول شيء. ثاني شيء عندنا الشحن، الشحن من حتحول عندك تضرب التيار في 3 حتى نحوله الى 50 فولت، فهنا لازم تقريبا 90 أمبير يفوت منه، وهنا أيضا يفوت 90 أمبير للبطارية، لنضرب 30 عفوا 150 نضربها في 3 يطلع لنا 90 أمبير، خلي نقول كفاءة هذا 99% كفاءة الشحن البطارية. إذا نقول هاي 99% كفاءتها، فواحد بالمية يطير اللي هو 42 واط، منه 42 واط 42 واط، عدا إنه خسائر بالكيبل ممكن إذا إحنا حاسبين صح فحتكون خسائر أقل، يعني كيبل 200 حسب الأمبيرية اللي إحنا دا نصرفها. هنا طبعا هم كيبلات 90 أمبير لازم تحطها بالخمسين أقل شيء بالخمسين حتى يتحمل الحرارة والتيار العالي الداهم. هذا النظام هسه حاليا بس دا نشحن البطارية. نجي هنا نظام العاكسة اللي هي حتحول لنا من دي سي إلى أي سي، 230 هنا 230 فولت اي سي، هاي نظام العاكسة. هسه حاليا خلينا نقول نظامها محولة مو كارت، خلينا نقول كفاءتها خلينا نقول 88%، فعندنا هنا ايضا تنسحب مثلا يعني 80% كفاءتها، فإذا نسحب كل الطاقة هنا فنضرب 12% حتكون خسارة مثلا، وعندنا هنا 1% خسارة،
هنا 1%، هنا 1%، فالخسارة حتكون تقريبا، وأيضا خسائر الكيبل، لأن الكيبل دائما يفوت بيه التيار، راح تكون يعني تيار الدي سي جدا عالي، ماكو تحويل مباشر مثل هناك. لكن الفرق انه هنا سهل الصيانة، لانه الام بي بي تي وحده، هذا وحده، الامبيرتر وحده، فاي شيء ممكن يصير هنا ممكن هذا بسهولة تستبدله، بينما اي عطل يصير بالكارت الامبيرتر ذاك كل النظام عندك يوقف. هنا ممكن نحط عاكسة ثانية وايضا تستفاد من الالواح، اما هناك ايضا تحط تقدر عاكسة ثانية لكن لها الواحها الخاصة لازم. فالعاكسة اللي تعطل هناك حتروح الالواح مالتها الى ان تصلحها، بينما هنا حتظل تشحن البطارية، فمجرد انه العاكسة هاي صار بيها مشكلة العاكسة الثانية تولد. لكن خلينا نقول المحولة او هاي تحول عندك خسائر 12%، هنا أنا 1%، ف 12% تقريبا 10%، خلينا نقول 4200، 4200 هنا أنا وصل لنا 8400، نقص منها 2% اللي هي 84، يطلع لنا 8316، 88% منها، خلينا نقول 10%، 10% ننقص 831، فنقص منها 831 طلع لنا 7400 وكسور، وأيضا نقص منها 2% بعد 2% منها تقريبا 160، ناقص 160 يطلع لنا يعني 47280، نقول ما عندي حاسبة استفيدي، لكن الخسارة حتكون أكبر هنا، لأن حيصير التحويل أكثر، يعني تحويل أكبر من دي سي عالي إلى دي سي ناصي، لكن من هنا لهنا أيضا حيصير تحويلات. إذا نرجع على ذاك، تقريبا قلنا 7% الخسارة من تحويل بطارية. إذا نشحن أيضا الشحن هنا راح يشحن، خلينا نقول كفاءة الشحن هم ما ذاكريها من الألواح، لكن إذا نقول هذا 7% خسارة مالته، فإذا هذا 98%، 90% التحويل أيضا راح يكون به خسارة، لأن مفروض 98% 93% في 98% مفروض 93 في 98 هيكون اتصور كفاءة تقريبا 90% للشحن. لازم نجربها هاي، يعني يعني دا اقول انه نظريا الكفاءة مفروض، لان هذا النظام راح يشحن لك منه واكيد راح يصير به خسائر، لكن خلينا نقول انه 93% ممكن تكون 91% كفاءة، ف9% من الطاقة حتكون هناك خسرانة، بينما هنا فقط هنا فقط 99% هو يقول انه كفاءته،
هنا فقط 1% خسرنا، بينما هنا لازم نتأكد من هذا الشيء، نقول إنه مش قد الكفاءة حتى نشحن البطارية. هاي تقريبا 83% كفاءة إذا نحول من الشمس لازم، لكن لازم نجربها عمليا. حاليا نظريا بنحكي بيها تحويل من الألواح إلى الكهرباء مباشرة وبخسارة كبيرة، لكن تحويل من الألواح لشحن البطارية، لأن حيصير بيها هنا أنا رفع بعدين خفض مرتين، حيصير بيها الانبياطات فخسارة تكون أكبر، بينما هنا يكون الشحن من الألواح مباشرة خفض فولتية، مع تحويل واحد هنا فحيصير خسارة أقل 99% أو 98% تروح بالبطارية، بينما التحويل يعتمد على كفاءة الإنفرتر، إذا هي 90% أو خلينا نقول 93% تحويل مالت الكفاءة، ف 93% و1% خسارة هنا حيصير عندنا 92% من الطاقة ممكن نستفاد منها من جديد، لكن ما بي دمج قدرة هنا، لأن هناك أثناء الصباح ممكن إذا نشغله أون جريد فحيكون كفاءة 97% تقريبا، فهنا إذا حيشتغل حتكون كفاءة خلينا نقول إذا كفاءته 93% فحتكون كفاءته 92% إذا نشتغل أوف جريد العفو. هنا 97% أثناء النهار تحويل من الشمس إلى الحمل، بينما بالليل حتكون كفاءة تحويل من البطارية للحمل 93%، لكن الشحن الصباحي كفاءة للبطارية ما حاس بيها، لكن أتوقع هي يعني تقريبا 92 إلى 91%، لازم تشيكها. ب93% مال هاي بالتحويل حتصير لنا الكفاءة 83%، هاي لازم نشيكها الأرقام عمليا ونشوف هل هي صحيحة، هل هي أكفى إنه نشحن من الألواح؟ هسه نشوف.